مرحبا بكم متابعينا الكرام. اليوم لدينا خبر عاجل ومهم يتعلق ببناء قصر رئاسي في تندوف الذي أثار ردود فعل قوية في المخيمات. لطالما اعتبرنا أن استقرار جبهة البوليساريو في تندوف هو استقرار دائم، لكن الواقع يبدو مختلفا. الشعب الجزائري بدأ يدرك أن البوليساريو هي المتحكم الفعلي في المنطقة، حيث يمنع دخول الجزائريين دون إذن. تحت هذا السقف نشهد بناء مؤسسات مزعومة مثل وزارات الدفاع والداخلية، مما يعكس وجود كيان جديد على أرض تندوف. والآن مع بدء أعمال بناء قصر رئاسي لرئيس الجزائر الجنوبية إبراهيم غالي في منطقة الرابوني، تفجرت مشاعر الاستنكار بين المحتجزين الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. هذا القرار قد يسرع من تفكك المخيمات ويعجل بانتفاضة ضد دكتاتورية الجبهة. بينما يعيش المحتجزون في ظروف قاسية، نجد أن سكان الصحراء يعيشون حياة كريمة تحت ظل دولتهم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. دمتم سالمين والسلام عليكم.